بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. النهاردة الجمعة، فيعني لن ننسى أبدا أهلنا في غزة وفي شمال غزة تحديدا، أن احنا يعني ندعو لهم في هذا اليوم، عسى ربنا عز وجل يستجيب مننا الدعاء ومن حد مننا. فلا ننساهم، لا ننسى مرضاهم، لا ننسى شهدائهم، لا ننسى أهالي المصابين وأهالي الشهداء والمحاصرين في الخيام والمحاصرين في المستشفيات والجائعين المشردين. ربنا يكون معاهم إن شاء الله، ما يجعلناش أبدا من اللي تخلوا عنهم. خلينا في بداية حلقة اليوم نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطرحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق، والأعزة الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة، والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. وحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. طبعا إن شاء الله ندخل في الأسئلة يعني مباشرة، سواء المكتوبة أو عبر الاتصالات الهاتفية. ويعني كان في سؤال دكتور يعني فاتنا من احنا نجاوب عليه في حلقة أمس للأخ سعد اللي كان اتصل بينا، كان بيسأل على ان في حالة يعني زوجته تطلقت منه بحكم القاضي واستعانت بشهود زور، فبيسأل على حكم هذه المرأة وهذا الطلاق ان شاء الله تعالى. وفي بقية لبعض الأسئلة من امس ان شاء الله سنعرف عليه ان شاء الله. عزيزنا اختنا محمد برضو كان لها سؤال ان شاء الله، نكون مسجل عند حضرتك ان شاء الله. تمام ان شاء الله دكتور. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مجيده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك. مع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فإنا نؤمن على حمدهم. والتأمين دعاء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس، وأوصلنا وفصلنا وشرحنا ووضحنا ذلك في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك بحول الله وطول الله وفضله، والحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحيتنا، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحيتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك، وشهدت به لك ملائكتك، وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع الطوال والزهروين، فقلت ولا زلت قائلا عليما، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القتال، فقلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. كما نسألك كما مننت على حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كما مننت عليه بتثبيته بهذا القول الثابت، وقلت له كما في الإسراء أو في بني إسرائيل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا كما ثبتت حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. ومنة منك علي المؤمنين أتباع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبرتنا في إبراهيم، يثبت الله الذين أمنوا، يثبت. فكأنه لكثرة الفتن وتنوعها وتعددها وتشعبها يحتاج المرء إلى تثبيت من الله عز وجل له، ولذلك أتى التثبيت والخبر به في القرآن الكريم سورة إبراهيم بالفعل المضارع، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، والعياذ بالله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل زفير وكل شفيع
علمك في ملكك في دوامك الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. عدد وملء وزنة خلقك في علمك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد. ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد. عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد. في مثله في مثله وهكذا دواليك صمدا في صمد بدوامك في جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى بها علي وسلم بها علي في علمك في ملكك في دوامك في جميع صلواتك وتسليماتك عليه أنت وملائكته. يا من أخبرتنا في الأحزاب فقلت إن الله ملائكته يصلون 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 بالفعل المضارع المفيد للتجدد والدوام وليس بالفعل الماضي صلوا الذي يفيد الانقطاع والانتهاء حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه وأقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة. اللهم أمين. صلاة وسلاما تكفر بهما عنا جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات مما يرضيك وترفعنا بهما عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بهما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. منة منك وكرما وفضلا وإكراما. وبعد فالسؤال الذي يعني بقي من حلقة الأمس، إذا وقع الطلاق من القاضي والقاضي جهة رسمية وجهة مختصة وجهة مرخصة، فبالتالي يعتبر بذلك يعني إيه الطلاق هذا يعني أنهى الحياة الزوجية وأنهى العلاقة الزوجية ما بين الزوجين. إلا إذا طبعا ربما يكون هذا الحكم، وأنا بحكم يعني بحكم خبرتي كمساعد قاضي أو كحكم بتسمية القرآن الكريم الشريفة، وإن خفت من شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ربما يكون هذا الحكم أخي طارق، وإذا كان أخونا صاحب السؤال يسمعنا أو يتابعنا الآن، ربما يكون هذا الحكم حكم ابتدائي حكم أول ينفع الاستئناف عليه. أيوة، يبقى عليه أن يستأنف. وإذا كان هو على حد ما قال كما ذكرت في السؤال أن المرأة استشهدت بشهود زور، عليه أن يثبت، عليه أن يثبت أن هؤلاء الشهود شهود زور، وعليه أن يبين للقاضي إذا كان مسلما ذا ثقة في دينه وفي علمه وفي أمانته أن يثبت له أن هؤلاء الشهود شهود زور. وخطورة شهادة الزور أنها تقلب الحق باطلا والباطل حقا، وقد قرن الله تعالى بين شهادة الزور وبين الشرك في كتابه، فقال عز من قائل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا أنبئكم بأكبر مع أخي طارق. نعم دكتور. العلماء عند أهل السنة، علماء أهل السنة يعني يقولون إن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، ويدل لهذا الكلام قوله تعالى، وأنا دائما أقرر هذه الحقيقة أخي طارق، كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. نعم. كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. فعلماء أهل السنة يقولون إن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر. فما الدليل على هذا الكلام لهؤلاء العلماء؟ قوله تعالى في النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى الآية دي ذكرت في كبائر وفي سيئات، السيئات الصغائر هنا مقصودها الصغائر، فمن يجتنب الكبائر الله تعالى يمن عليه فيكفر عنه الصغائر التي يرتكبها بجبلته وبفطرته، للحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبون. وكذلك قوله تعالى في النجم تقريبا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إيه إلا اللمم، إلا اللمم، فاللمم صغائر الذنوب. فإذا كان الحكم هذا ابتدائي يبقى عليه أن يستأنف، فيه حكم ابتدائي بعدين فيه تمييز أو يسمى النقض، فعليه أن يستأنف حتى يثبت حقه، وقد قيل قديما لا يموت حق وراءه مطالبا. نعم. جزاك الله خيرا دكتور. دكتور في أخ سائل بيقول لو في حد ورث مال من والده من أبيه، والوالد كان وضع هذا البنك هذا المال في بنك ربوي، فهل على الوارث إثم لأخذ هذا المال أم لا؟ هو الـ ليس عليه إثم
في أنه يسحب رأس المال، يعني هو يسحب رأس المال برا منه بأبيه، يسحب رأس المال اللي في البنك الربوي ولا يأخذ الفوائد لا ينتفع بها، ويسحب كذلك الفوائد. يا أخي طارق، النص القرآن يقول تعالى في هذا المقام في توبة المرابين، يقول تعالى في سورة البقرة: فإن تبتم فلكم رؤوس إيه؟ أموالكم، رؤوس أموال اللي هو رأس المال أصلا، لا تظلمون ولا تظلمون. فبالتالي طيب، طب يسحب رأس المال ويسحب الفوائد أذن عليه؟ نعم. وماذا يفعل فيها؟ لأنها آخر مرة سينهي هذا التعامل مع البنك الربوي، لأن النص القرآن يقول تعالى في صدر هذه الآيات اللي ورد في سورة البقرة: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي أي شيء من الربا كبيرا كان أو صغيرا، وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنص القرآن الآخر في هذا المقام الذي الله تعالى يفضع ويبشع به تعامل الربا، يقول في سورة البقرة: يمحق الله الربا. في سورة أخرى يقول تعالى: وما آتيتم الربا، سورة الروم: وما آتيتم الربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله. والحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم في الوزر سواء. فإذا كان الوالد أدركته المنية وهذا المال ما زال في البنك الربوي، يبقى على الورثة، وفي مقدمة هذا ابن السائل إذا كان يسمعنا الآن، عليه أن يبر بأبيه ويسحب هذا المال رأسا وفورا من البنك الربوي، وبعدين يأخذ رأس المال ووزعه كالتركة بتوزيعه سبحانه وتعالى في الآيات 11 و12 من سورة النساء، اللتان يقول فيهما الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، والآية اللي بعدها: ولكم نصفه، 11 و12 من سورة النساء، حسب توزيع ربنا سبحانه وتعالى. والفوائد على هذه الفوائد على هذا رأس المال يا أخي طارق يسحبها ويوجهها لأي جهة خير، أي جهة خير، أي جهة خير منفعة المسلمين، يعني في 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 إصلاح عفواً دورة مياه في مسجد، في 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 إصلاح طرق، أي وجهة خير عامة للمسلمين، لكن لا يتركها للبنك. أذكر في ثمانينات القرن الماضي أحد المسلمين يا أخي طارق، ثمانينات القرن الماضي أحد المسلمين عنده رأس مال، عنده خير ربنا كثير، ووضعه في بنك ربوي. لما تم الحديث معه عن خطورة وضع الأموال هذه في البنك الربوي، وأن هذا يعني يستحق فاعله اللعنة للحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده، وقال: هم الوزر سواء. الرجل تاب، فبتوبته ماذا فعل؟ سحب رأس المال، سحب رأس المال أخي طارق، يعني كم ملايين، وترك فوائد هذا المال، ترك الفوائد. البنك ده بعد قليل، بعد حين من الوقت، جاءته رسالة شكر من البابا على هذا المال الذي تركه للبابا، وتم توظيف هذا المال من قبل البابا في المدارس التنصيرية التي تنصر أبناء المسلمين. واضح الصورة أخي طارق؟ واضح دكتور. أيوة. فبالتالي يبقى أدي خلاصة الجواب، إنه يسحب رأس المال ويوزعه كتركة بتوزيع الله سبحانه وتعالى في الآية 11 و12 من سورة النساء، أما الفوائد فيسحبها كذلك، ولكن ليست من تركة أبيه، لأنه مال حرام وهو يعلم ذلك، وبر منه بأبيه لا يستفيد بهذه الفوائد، إنما يقوم بتوجيهها لأي جهة خير، وله ثوابه وأجره على توجيه هذا المال لجهة خير، لكن ليس له ملكا شرعيا له بالنسبة له. السؤال الثالث في هذه الحلقة أخي طارق حبيبي، أختنا التي سألت بالأمس لما مروا بالميقات وكانوا محرمين، وبعدين لما وصلوا الفندق نام ابنها ودخل الحمام، وبعدين خلع الإزار والرداء واغتسل، وبعدين لبس الإزار والرداء مرة تانية. طبعا قلنا السؤال بالأمس إنها ماذا علي؟ قلنا: لا شيء عليه، لأنه لم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. معايا أخي طارق؟ أي نعم دكتور. إنما المحظورات إيه؟ محظورات الإحرام إيه؟ هذا السؤال أيضا يعني تابع لسؤالهم بالأمس. محظورات الإحرام، في هناك محظورات، يعني محظورات يا أخي طارق؟ محظورات ممنوعات، ممنوعات تتعمل، أي أه؟ يعني شيء ممنوع يتعمل. ايوه محظورات. المحظورات تنقسم لاقسام ثلاثه: القسم الاول مشترك بين الرجال والنساء، والقسم الثاني خاص بالرجال، والقسم الثالث خاص بالنساء. المحظورات المشتركه بين الرجال والنساء خمسه: واحد، حلق شعر الراس وملحقاته في الجسم، حلق شعر الراس وملحقات الشعر في الجسم. ملحقات الشعر في الجسم ايه؟
الشعر تحت الإبطين، الشعر في العانة، الشعر في أي مكان في الجسم. النص الدليل على أن من محظورات الإحرام في المشتركة بين الرجال والنساء قوله تعالى في البقرة 196: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تحلقوا رؤوسكم، النص هنا في أي أخي طارق؟ في الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم. ألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم كما مثلته، كما مثلته به الشعر تحت الإبط، الإبطين، شعر العانة، في أي مكان في الجسم، سوى يعني إيه في أي مكان في الجسم. يبقى ألحق العلماء بشعر الرأس في محظورات الإحرام على الرجل والمرأة الشعر، الشعور الموجودة في الجسم، وألحقوا به أيضا تقليم الأظافر، تقليم الأظافر وقصها بالنسبة للرجال والنساء. أدي أول محظور مشترك بين الرجال والنساء. ثاني محظور، أي ممنوع بالظاء وليس بالذال، ثاني محظور من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء استعمال الطيب بعد عقد الإحرام. العطور. أيوة، استعمال الطين أو العطور بعد، نقطة مهمة جدا أخي طارق، بعد عقد الإحرام. يعني عقد النية. معلومة مهمة جدا مشاهدينا الأحبة، كثير من الناس بيظن اللي هو إن هو مجرد، خاصة الرجال لا، أو كذلك النساء، يظن الرجل إنه لما يلبس الإزار وهو ما يغطي به الجزء الأسفل من جسمه، والرداء ومرتب ما يغطي به الجسم الجزء الأعلى من جسمه، يظن بذلك أنه قد أحرم. والمرأة من نسائنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالتنا لما تكون مخصصة ملابس تؤدي فيها مناسك العمرة أو الحج، لما تلبس ملابس دي تظن بذلك أنها قد أحرمت. معي أخي طارق؟ أي نعم دكتور. هذا كلام غير صحيح. إذن الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. النية يعني ممكن يلبس الإزار والرداء وما نواش، وممكن ينوي الإحرام وهو مش لابس إزار والرداء. نفرض إنسان ركب الطائرة والمضيف في الطائرة قال نحن الآن على مقربة من الميقات، والرجل فوجئ ولم يجهز الإزار والرداء، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون أن ينوي الإحرام. ينوي حتى لو ما لبسش. ايوه ينوي. لا، المهم يحرم، ولما ينزل بالطائره يدبر حاله بالنسبه للملابس. يعني الاحرام هو النيه دكتور في الاصل. أيوة، الاحرام هو النيه. ايوه الاحرام نيه الدخول في النسك، ولذلك من ساعه النيه من المحظور عليه على رجل المراه استعمال الطيب في الثوب او البدن او في الاكل او في الغسل والوضوء او في اي شيء يكون. أيوة. مره ثانيه المحظور الثاني، الممنوع الثاني على كل من الرجال والنساء من المحظورات والممنوعات المشتركة من الرجال والنساء استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، يعني بعد نية الإحرام، سواء كان الطيب في الثوب أو البدن أو في الأكل أو في الاغتسال أو في أي شيء يكون. فاستعمال الطيب محرم في الإحرام بعد الإحرام. ما الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخي طارق في الرجل الذي وقصته ناقته، وقصته ناقته. الوقص هو ايه؟ الوقص بسكون القاف، كسر العنق والرقبة. كسر العنق. الوقص. أيوة، الوقص بسكون القاف، كسر العنق والرقبة، هذا يسمى وقص. هذا الرجل ما قصته؟ في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وعرفة من المشاعر. أيوة. هو محرم، إذ وقع عن راحلته، وقع عن الناقة اللي هو ركبها فوقصته فمات. مجرد ما وقع رفصته أو وقصته، الضربة دي جاءت في عنقه فكسرت الرقبة فمات الرجل وهو محرم وعلى عرفات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، اللي هما أي أخي طارق؟ الإزار والرداء. وفي رواية وكفنوه في ثوبيه، اللي هما ايه؟ الإزار والرداء، لأنه رجل. ولا تمسوه طيبا. أنا محل شايف الحديث معامات قال ولا تمسوه طيبا، وبعدين ولا تغطوا رأسه. ليه؟ لأن من محظورات الإحرام عند الرجال كما يعلم المشاهدون الأحبة، محظورات الإحرام عند الرجال أن يغطي رأسه، ممنوع يغطي رأسه، ما يلبس عمة، ما يلبس جحفية، ما يلبس طاقية، لا، ولا تغطي رأسه. الرجل خاصة
ولا تغطوا رأسه ووجهه. يبقى ليه؟ لأن محظور الحمل على الرجل. فإن ليه؟ لماذا يكفن في ثوبين اللي هم الإزار والرداء ولا يمس الطيب ولا تغطى رأسه ولا وجهه؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة يخرج من قبره لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فيعرف بذلك القاصي والداني والأشهاد جميعا من خلق الله أن هذا الرجل مات وهو إيه؟ وهو إيه خارق؟ وهو محرم. يؤدي هو محرم، هو يؤدي مناسك الحج والعمرة. وهذه من حسن الخاتمة. حسن الخاتمة كما ذكرنا أكثر مرة في هذا البرنامج، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عسله. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه، ورواية يلهمه بعمل صالح ثم يقبضه عليه. سبحان الله. يموت هو ساجد، يموت هو محرم بيأدي عمره، يموت هو وبيزور مريض، يموت هو وبيزور حد في الله، يموت هو بيعطي مساكين، يموت هو بيقرأ القرآن الكريم. المهم حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى حسن الخاتمة، والساعة ساعة إجابة من عصر يوم الجمعة إلى المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وألا يتوفانا إلا وهو راض عنا غير غضبا. وفي رواية فإنه يبعث يوم القيامة وهو يحل. طيب المحظور الثالث، المحظور الثالث أو الممنوع الثالث من المحظورات والممنوعات المشتركة بين الرجال والنساء أثناء الإحرام، الجماع ومقدماته ودواعيه. الجماع ومقدماته ودواعيه. إيه المقدمات؟ القبلة، الاحتضان، الآخر، هذه الأشياء. ما الدليل؟ قوله تعالى في سورة الحج الآية 97، الآية 97، فمن فرض فيهن الحج، أي أخي طارق؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام، هذا الدليل. يبقى على الرجال والنساء على السواء. أربعة، المحظور الرابع من الممنوعات على الرجال والنساء أثناء الإحرام، المباشرة لشهوة. المباشرة لشهوة. ما الدليل؟ أنه يدخل في قوله تعالى فلا رفث، لأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يجوز له أن يخطب بكسر الطاء، وليس بالضمية أخي طارق. ليس لا يجوز المحرم أن يتزوج وليس له أن يخطب. أيوة. يعني ما يجوزش وحده هو محرم، فلئلا يجوز أن يباشر من باب أولى. المحظور الخامس، المحظور الخامس محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء، التعرض لصيد الحرم. التعرض لصيد الحرم، الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الذين حملهم الله تعالى في بره وبحره على فلكه ودوابه إلى بيت الله الحرام، نسأل الله تعالى أن يحملنا إليه، يعني عواما على أزمنة مديدة. بيجدوا في ساحة الحرم المكي وكذلك في ساحة الحرم النبوي بيجدوا حمام كثير جدا كأنه آمن. أيوة. آمن الحمام والأطيور دي كلها عفوا لا تنفر، لا تنفر ولا يعني ايه. محظور على الرجال والنساء التعرض لصيد الحرم هذا. تماما. ما الدليل؟ قوله تعالى يا الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وانتم حرم. اي نعم. طيب ده المحظورات الخمسه المشتركه بين الرجال والنساء. المحظورات الخاصه بالرجال خمسه، المحظورات الخاصه بالرجال خمسه. محظور على الرجال لبس القميص اللي بيستر الجزء الأعلى من الجسم. والبرانس، البرانس اللي هو الثوب اللي إيه اللي هو قطعة واحدة ومنه غطاء الرأس. والسراويل والعمائم والخفاف. يبقى القميص، البرانس، السراويل، سراويل الجزء اللي هو بيستر الجزء الأسفل من الجسم، العمائم والخفاف. الخفاف جمع خف. ما الدليل؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، سؤال للرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم خزائن مفتاحه السؤال، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا. وفي رواية لا يلبسن، لا يلبسوا. يبقى رواية لا تلبسوا بلأن هي، والفعل المضارع بعدها مجزوم بلأن هي وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وفي لفظ لا يلبس بالإفراد، لا يلبس القمص، القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، الخف. إلا أحد لا يجد نعلين، مش لاقي نعلين يلبسهم، فليلبس الخفين
يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين بحيث ما يغطيش الكعبين اللي هم، والكعبين هم إيه؟ برضو معلومة مهمة جدا، شائع عند كثير من الناس عند الكعب اللي هو في بيكون في مؤخر القدم أخي طارق. أي نعم دكتور. لكن هذا غير صحيح، إنما المقصود بالكعبين كما قال تعالى في آية الوضوء الوحيدة في سورة المائدة: الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى إيه؟ إلى الكعبين. المقصود بالكعبين هما العظمتان الناتئتان، العظمتان الناتئتان. يعني إيه ناتئتان؟ بارزتان على جانبي القدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. والبخاري في عنده أمر خاص بالنساء يقول: ولا تنتقب المرأة المحرمة، المرأة لما تحرم بحج عمرة من محظورات الإحرام عليها النقاب والقفازين، وذلك النص عند البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين هم الجوانت يعني. طيب محظورات الإحرام بقى، يبقى قلنا خمسة مشتركة بين الرجال والنساء، نعود فنوجزهم ونلخصهم. رقم واحد أول حاجة حلق الشعر من الجسم، الرأس أو تحت الإبطين أو العانة. اثنين استعمال الطيب في الثوب أو في البدن أو في الأكل أو في الغسل والتطهر. رقم ثلاثة الجماع ودواعيه ومقدماته. أربعة المباشرة لشهوة. خمسة قتل الصيد أو التعرض لصيد الحرام. أما المحصلات الخاصة بالرجال فخمسة، قلنا يحظر الرجل لبس القميص، ويجمعها كل شيء يكون محيط بعضو من أعضاء الجسد. فهذه العمامة، هذه العمامة محيطة بالرأس فممنوعة. القميص لأنه محيط بالظهر والصدر. البنطلون لأنه محيط بالرجل. ولذلك محظورات الإحرام بالنسبة للرجال لبس المحيط. لبس المحيط والمخيط. المخيط. طب دكتور، هو بس في يعني كتير جدا من الإخوة بعتوا رسائل على الواتساب، فهل ندخل في أسئلة الإخوة دكتور؟ يعني هو في أخ دكتور أرسل سؤال بيقول إن هو بيقول أنا راجل على قد حالي غير ميسور، ولي صديق ميسور الحال، فكل شهر بيأتي لي هو وابنه بيقضي عندي يوم وليلة أكل وشرب يعني ونوم، وبيعطيني مبلغ أقوم بتوزيعه للفقراء أو على الفقراء. فسؤال الأخ السائل بيقول: هل يجوز لي أن أستقطع من هذا المبلغ قيمة مصروفاتهما في هذا اليوم اللي بيباتوا عندي فيه أم لا؟ لا، هو إذا كان محتاج وحاله على قده كما يقول، يبقى عفوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني عفوا هو ممكن جدا يعني إيه، الضيف له حق. طيب لكن هذا الضيف الكريم إذا كان ميسور وكريم يراعي حال المضيف، يراعي حال المضيف له. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تأثيم الضيف، عن تأثيم المضيف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تأثيم المضيف. المضيف اللي هو مين يا أخي طارق؟ اللي هو يعني صاحب البيت، يعني صاحب البيت ده المضيف. نهى النبي عن تأثيمه كيف؟ الرسول جعل للضيف حق 3 أيام. ما زال عن ذلك يبقى فيه هيوجد حرج عند أهل البيت، يوجد حرج عند المزار، فبالتالي لا يزيد على ذلك. فإذا كان الضيف كريم وميسور الحال وربنا موسع عليه وعنده من خير ربنا، عليه أن يدرك حال المضيف، فبالتالي لا يؤثمه ولا يقوم في حرج. بيديله مبلغ وزيع على الفقراء المساكين، هو له الحق أن مش يستقطع، له الحق أن يستفيد منه من هذا المال، لأن الوقت هو أعطاه هذا المال ليوزيع على الفقراء المساكين بالوصف وليس بالاسم يا أخي طارق. هو أعطاه هذا المال لكي يقوم بتوزيعه بالوصف وليس بالاسم. يعني إيه بالوصف وليس بالاسم؟ يعني يعطيه للفقراء والمساكين وليس بالاسم، قالوش هذا المبلغ لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان. تفرق فرق، لو قال له فلان يبقى يحدده، لكن ما دام بالوصف وهو المضيف نفسه ممن ينطبق عليه هذا الوصف، بالتالي له ان ياخذ من هذا المال قدر حاجته ولا باس به ولا اثم عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. في يعني اخ دكتور له سؤال يسال، وفي الحقيقه يعني اثنين سالوا نفس السؤال تقريبا دكتور. السؤال باختصار ان يعني الوالد قبل ان يتوفاه الله كتب لاحد ابنائه يعني بعض املاكه بيع وشراء. فسؤال الاخ السائل بيقول: هل بعد وفاه الاب يجب على هذا الابن ان يعيد هذه الاموال او هذه البيوت او هذه العقارات لتوزيعها مره اخرى توزيعا شرعيا، ولا خلاص طالما كتبت باسمه فهي له؟
الأول إحنا هنا الآن أخي طارق عفوا ما سمعناش الطرف الثاني. لم نسمع الطرف الثاني، وهل يا ترى فائدة سماع الطرف الثاني إيه؟ إنه الكتابة دي هل كانت في مرض الموت؟ هل كانت في مرض الموت؟ إذا كانت في مرض الموت يبقى لا تنفذ، لأن عندنا أشياء ثلاثة تفقد الإنسان أهلية التصرف. عندنا أخي طارق أشياء ثلاثة تفقد الإنسان أهلية التصرف، وأي تصرف يقع منه خلال هذه الأشياء الثلاثة يكون موقوفا ويكون محجورا ولا ينفذ، اللي هو إيه؟ السفة والجنون ومرض الموت. السفة والجنون ومرض الموت. ولذلك النص يقول تعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوف التعبير القرآني، ربنا جعل في المال قيام وقوام لحياة الإنسان. اقرأ الآية وتدبر وتأمل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإنسان السفيه هو إيه؟ الإنسان الذي لا يدرك ما يتصرف، لا يعقل تصرفه، هل تصرف رشيد، هل تصرف غير رشيد، هل تصرف طيب، هل تصرف يعني نافع، هل تصرف ضار، لا يدري. فهذا إنسان سفيه. ولذلك النص يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى نسب الأموال إليهم، التي جعل الله لكم قياما. طيب هذا السفيه له حقوق، يريد أن يأكل، يشرب، يلبس، له مصروفات، يبقى يعطى بالقدر الذي لا يستعمل السفه اللي هو عليه، لا يستعمل في هذا المال، فيعطى الملابس التي تستر عورته وتزينه، ويعطى أكله وشربه، لكن لا يملك المال الذي يتصرف فيه تصرفا سفيا. هذا النص الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فإذا كان تصرف الوالد انه كتب الممتلكات دي بيع وشراء لاحد اولاده دون الاولاد الاخرين وكان في مرض الموت، له الحق اخوه من الاخر مما يرفع عليه قضيه ويوقفه هذا التصرف وبالتالي يرجعه فيه. وهذا طبعا الكتابه دي ربما يكون كتبها لان ابنه ده كان بار به، ابنه ده كان طائع له، ابنه ده كان ذراعه اليمين، ابنه ده كان خادم، يعني ابنه كان خادم له، كان قائم على مصالحه وبيرعاه. فبالتالي قد يجنح بعض الاباء لهذه العواطف الى انهم يفضلوا بعض الأبناء بالميراث ويحتالوا على ذلك بالهبة أو بالبيع والشراء أو إلى آخره. هذا التصرف لا يجوز، ويدل على شنو؟ ما يدل على سوء الخاتم والعياذ بالله. في الحديث الشريف قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى فيما يبدو للناس، وضع دي بين قوسين، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، فيسبق عليه الكتاب فيجور في وصيته فيدخل النار. لذلك عندنا الآيات والمشاهدون الأحبة يسجلوها عندهم 181 من سورة البقرة. الله تعالى يتحدث فيه عن الوصية: لو أحد من الناس يعني كتب وصية في أخريات حياته، وبعدين الذي كتب إليه هذه الوصية يقوم على تنفيذها، فهو الوصي أو هو الولي، عليه أن ينظر هذه الوصية، إن كانت بالمعروف ينفذها، إن كانت بالمشروع ينفذها، أما إذا كانت بالمنكر وليست بالمعروف، إذا كان فيها إضرار، إذا كان فيها حيف، إذا كان فيها جنف، عليه أن يوقفها ولا ينفذها. اقرأوا الآية بتدبر وتأمل وتفكر. يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهنا هنا هنا يعني سؤال مهم جدا أخي طارق. نعم دكتور. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية هنا هي نائب الفاعل، الوصية للوالدين والأقربين. طيب المشاهدون أحب يعلمون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية للوارث. طيب الوالد هنا الوالد وارث، لأن النص يقول تعالى في سورة النساء 11: ولأبويه لكل واحد منهم الثلث ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه الثلث. فالوالدين بيانسوا، فكيف تكتب لهم وصية هنا في الآية؟ نقول هذه الآية في الوالدين غير المسلمين، الوصية تكون للوالدين غير المسلمين، لأن من موانع الإرث، من موانع الإرث اختلاف الدين والقتل والرق، من موانع الإرث اختلاف الدين، يعني أب مسلم وابنه كافر والعياذ بالله، الأب مات ابنه الكافر لا يرثه، وبعدين القتل واحد ميسور وعنده خبره ربنا كثير، وبعدين ولد من اولاده والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله سفيه، وبعدين بيستعجل متى ابوه عشان يرث،
فربما يدفعه هذا الغل وهذا السوء في صدره إلى أن يقتل أباه، يستعجل موته ليرث. إذا ثبت ذلك يمنع من الميراث. ثابت ذلك في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام من موانع الإرث اختلاف الدين والقتل والرق. يعني ما السيد لو مات لا يرثه عبده، لأن العبد وما يملك ملك لمن يا أخي طارق؟ ملك لسيده. أي نعم دكتور. بالتالي اسمع بقى بعدها، يبقى ده السؤال المهم اللي اتينا عليه في قوله تعالى الوصية للذين اقربوا من حكم المتقين، فمن بدله بعد ما سمع. النص بيقول ايه؟ الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. طيب اذا كان بالمعروف الذي سيقوم على تنفيذها لو بدل يبقى الاثم عليه وليس على الموصي اللي وصى بالمعروف. نص يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طيب الوصية ليس بالمعروف، ماذا يفعل من سيقوم على تنفيذ الوصية؟ عليه أن يعدل. ولذلك قال تعالى في الآية الثالثة فمن خاف من موص، أي يا أخي طارق؟ جنفا أو إثما. جنف، ما هو الجنف؟ الجنف يا مشاهدة الأحبة، الجنف هو الميل عن الحق إلى الباطل. الجنف لغة هو الميل عن الحق إلى الباطل. وعكسه الحنف هو الميل عن الباطل إلى الحق. ولذلك قال تعالى في وصف أبينا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى الحنف الميل عن الباطل إلى الحق، بينما الجنف العكس، الميل عن الحق الباطل. يقول تعالى الذي سيقوم بتنفيذ الوصية على سؤال ابننا، يقول تعالى فمن خاف، من خاف يعني مجرد استشعاره ان يكون في الوصية دي او في الاوراق الموجودة دي، قد يكون بيع صوري قد يكون بيع غير حقيقي انما احتيال على حرمان بعض الورثة وتفضيل بعضهم على بعض، وهذا يورث الضغائن ويورث الاحقاب بين الاولاد وبعضهم البعض، ولا ينفع بالاولاد اللي تم الحيف عليهم الى ان يكونوا بره بابائهم. فمن خاف من موص جنفا او اثما واجبه ايه يا اخي طارق؟ فاصلح بينهم فلا اثم عليه ولا قربه. نعم دكتور، في اخ سائل بيسال بيقول عايز اعرف، او اخت يعني بتسال بتقول عايز اعرف الفرق بين الإرادة والمشيئة في القرآن الكريم. الإرادة تقول يعني ربنا عز وجل بيقول إلا أن يشاء الله، وفي آية أخرى ولكن الله يفعل ما يريد، فما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ وقد تكون مترادفات، يعني قد تكون مترادفات، لكن هناك فرق كبير جدا بين الإرادة والرضا. يعني قد يكون في تراد، قد يكون في تراد بين الإرادة والمشيئة، لكن الإرادة شيء والرضا شيء آخر. ولذلك الكفر يقع في الكون والمعاصي تقع في الكون، تقع بإرادة الله، وإلا لو لم يرد الله تعالى أن يقع الكفر في الكون، لو لم يرد الله تعالى أن يقع المعاصي في الكون لا تقع، لأن الله تعالى فعال لما يريد. هذا النص القرآني إن ربك فعال لما يريد، والنص النبوي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما الرضا، طب الكفر لما يقع بإرادة الله هل يرضاه الله؟ لا يرضاه، لكن لا يقع إلا بإرادة. وذلك سورة الزمر يقول تعالى ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى. والنص القرآن يقول تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لو أراد الله عز وجل لو شاء الله تعالى أن يكون الكل مؤمن لفعل. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يعني ربنا لو أراد. ولذلك حديث عجيب جدا أخي طارق عندما قرأته لأول مرة، يعني عفوا قص شعر رأسي له، يعني سبحان الله، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله تعالى ألا يعصى. معي أخي طارق؟ نعم دكتور. لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. لو أراد الله ألا يعصى، هل في شيء يقع في الكون بغير إرادة الله؟ هل في شيء يقع في الكون بغير مشيئة الله؟ اقرأ شوف سورة البقرة الجزء الثالث، أول الجزء الثالث، قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البنات وأيدناه بروح القدس.
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات. ولو شاء الله ما اقتتل. يعني القتال اللي بيقع ده بما بعض الناس اللي بتتكلم بتهب ما لا تعرف، يقول لك الطوفان الأقصى لو ما كانش وقع لكان، لا، هو هذه إرادة الله عز وجل، إرادة الله ومشيئة الله عز وجل. اقرأ الآية بالتأمل وتدبر، لأنه يستحيل، لأنه مات لو أن القتال ده بيقع بغير مشيئة الله، بمشيئة من وقع إذن؟ بإرادة من وقع إذن؟ نص واضح. ولو شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا. لو لم يشأ، لو لم يشأ الله تعالى نفع هذا القتال لما وقع. فذلك ننتبه قضية القضاء والقضاء والقدر، يعني واقع بإذن الله. وهذا هذا مربوط برباط وثيق جدا بواقعة إخراج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة أيضا. يعني الوقت سيدنا آدم التقى بسيدنا موسى عليه السلام في البرزخ، والديار ثلاثة كما قلنا أكثر مرة، الدار الدنيا والدار الآخرة وفي الدار الوسطى اللي هي البرزخ، والتي أشار إليه المولى عز وجل بقوله في سورة المؤمنون: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو أخي طارق، البرزخ هو الحاجب، الحاجز بين ضدين. ما هو البرزخ؟ الحاجب، الحاجز بين شيئين متضادين. فالدنيا ضد الآخرة. البحر المالح عكس البحر العذب. ولذلك النص يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ايوه، برزخ لا يبغيان. فهذا البرزخ. ففي الدار التقى آدم وموسى عليه السلام، فسيدنا موسى قال لأبينا آدم، قال له ايه: يا آدم، خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، لقد خيبتنا. موسى يقول لآدم عليه السلام: لقد خيبتنا، لقد أشقيتنا وأشقيت نفسك. كده يظن موسى عليه السلام إن لو كان سيدنا آدم ما كانش من الشجرة كان زمان احنا فين دلوقتي أخي طارق؟ في الجنة. كان زماننا في الجنة. فآدم يسكت؟ لا، ده نبي هيرد. فقال: يا موسى، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاتي وبكلامي وآتاك التوراة، هل قرأت التوراة؟ قال: نعم. قال: هل وجدت فيها أن الله تعالى قد قدر علي هذا قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ وجدت فيها ولا لا؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قد قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ دام انت قرأت كده وعرفت كده توجه، يبقى ما فيش مجال لتوجيه اللوم. أتلومني، استفهام إنكاري، استفهام توبيخي، أتلومني على أمر قد قدره الله عز وجل عليه قبل أن يخلقني؟ قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وأبو الحسن البصري رحمه الله تعالى، أبو الحسن البصري رحمه الله التابعي الجليل من التابعين، والتابعي قلنا هناك الصحابي وهناك التابعي. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ولو للحظة ومات على ذلك. الصحابي من هو يا مشاهدي الأحبة؟ الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ولو للحظة واحدة ومات على ذلك. مات الصحابي هذا على إيمانه، لم يبدل، لم يرتد، ولو لم يرى النبي. مع أخي طارق؟ نعم دكتور. ولو لم يرى النبي، هل في أحد التقى بالنبي ولم يره؟ نعم، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم إمام المدينة في غياب الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل الله تعالى في قرآن يتلى يوم القيامة، صحابي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. نص القرآن يقول تعالى فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك الله الزكاة. فالصحابي من لقي النبي مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. التابعي من لقى النبي. فالحسن البصري تابعي سئل من أبي سعيد الخراز تابع قال له: يا أبا سعيد، بيقول لأبي الحسن، بيقول له: هل آدم عليه السلام خلق للأرض أم خلق للسماء؟ خلق للأرض أم خلق للسماء؟ واضح السؤال أخي طارق؟ واضح دكتور. هل آدم خلق للأرض ولا خلق السماء؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: خلق للأرض، خلق للأرض، لازم ينزل الأرض. قال له أبو سعيد الخراز: أرأيت أن اعتصم؟ لو كان، يعني يقصد إيه؟ لو كان سيدنا آدم عليه السلام اعتصم وما كلش من الشجرة، يبقى مع ذلك هيبقى في السماء، هيبقى في الجنة. فقال له الحسن البصري، قال: ما كان له بد
ما يعني ايه ما كان له بد؟ ما كانش يمكن ابدا ان يعتصم، وكان لازم ياكل من الشجره، لان ربنا قدر واراد ان ينزل ادم من الارض لنعمرها. ولذلك قال تعالى في البقره لما اخبر الملائكه: واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين، قال ربك للملائكه اني جعله في الارض خليفه، سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر هذه الآية. نعم تفضل. نعم دكتور. دكتور، في أخ سائل بيسأل بيقول إن هو يعني يملك من المال مبلغ 90,000 جنيه مصري، فبيقول إن هو مع ارتفاع سعر الذهب أصبح هذا المال يعني أقل من الجرام يعني. فالأخ بيسأل بيقول أحسب يعني هل أحسبهم يجيبوا 85 جرام ذهب أم لا، ولا يعني ليس عليهم زكاة يعني، بس ده حساب يعني. هو الأصل أخي طارق ومشاهدة الأحبة في آخر قرارات المجمع الفقهي، المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، قرار بالإجماع إن الواجب الآن على المسلمين أن يحسبوا نصاب الزكاة على الفضة وليس على الذهب. مرة تانية، قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، منظمة تضم جميع الدول الإسلامية، قرار بالإجماع أن يجب على المسلمين الآن أن يحسبوا الزكاة على نصاب الفضة وليس على نصاب الذهب. نصاب الفضة كام يا مشاهدي الأحبة؟ نصاب الفضة 595 جرام، نصاب الفضة 595 جرام فأكثر. وبالتالي اللي عنده مال نقدي، أوراق نقدية، الأوراق المالية، الجنيه ولا الريال ولا الدرهم ولا غيره من أخذ هذه المئات الورقية الحديثة، اللي عنده مال من هذه الأموال يسأل محل الذهب والمجوهرات جرام الفضة اليوم بكام؟ جرام، ودي طريقة بسيطة جدا لمعرفة مقبل الزكاة، جرام الفضة اليوم بكام؟ ويضرب عدد الجرامات 595 في سعر جرام الفضة يوم إخراج الزكاة، والناتج يبقى هو ده مقدار الزكاة. يبقى لو فرضنا على سبيل المثال، أنا في إيد الآلة الحاسبة هي عفوا، لو فرضنا عندي 595 جرام، لو فرضنا مثلا جرام الفضة بكام يا أخي طارق؟ اديني أي رقم. لا مش عارف دكتور، بس هو دكتور يعني هو الشباب بيقولوا إن ما عادش غير نص دقيقة من وقت الحلقة. خلاص ربع دقيقة بس، قول لي جرام الفضة كام؟ أنا مش عارف والله. أنا نفترض مثلا يعني 100 جنيه مثلا، نفترض 100 جنيه، يبقى 595 جرام في 100، في 100 يطلع الناتج عندي 59,500. يبقى كل اللي عنده 59,500 يقسم على 40 بدل مقدار الزكاة. يبقى النصاب الواجب أن يحسب عليه الزكاة الآن نصاب الفضة وليس نصاب الذهب، وإلا لو ظلنا على نصاب الذهب لن كثير من المسلمين لن يخرج زكاة، وبالتالي يضيع الفقراء والمشردون والضائعون وكذا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء حزننا ودستور حياتنا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من قلت في كتابك الكريم: ادعوني أستجب لك، وقلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإنك لا تخلف الميعاد. يا رب لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا مهتديا إلا زدته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة لإخواننا في فلسطين أرض المحشر والمنشر، أرض الإسراء والمعراج، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم مكنهم ولا تمكن منهم، اللهم ادفع عنهم ولا تدفعهم، اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أبرئ مرضاهم، اللهم تقبل شهداء في الصالحين. اللهم بأسمائك الحسنى أقم للإسلام في فلسطين وكل دول العالم دولة، أقم للإسلام دولة وارفع القرآن راية. بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا لعبادك المخلصين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمقسطين إماما، اللهم اجعلنا للمحسنين إماما، اللهم اجعلنا للتوابين المتطهرين إماما. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، يا جامع العجائب، يا جامع العجائب، يا جامع العجائب، يا رد كل غائب، يا جامع الشتات، يا جامع الشمل، يا جامع الناس الأمر فيه، اجمع بيننا وبين الضوال لنا، فإنها من نعمك وعطائك وفضلك بقدرتك وعزك وسلطانك. ربنا اجمع بيننا وبين ضوالنا، لا جامع لها إلا أنت رب العالمين. اللهم عليك بالصين والمحتلين، اللهم عليك من فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا تحقق لهم في فلسطين غاية
ولا ترفع لهم راية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك على رحمتك منزلة، ألهمنا ذكرك كما تلهمنا التنفس، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا غير غضبان، غير مبذلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتنين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والصلاة والسلام على أهدى الخليقة طريقة، وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.